بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى إدماج التعلمات في ميدان المادة وتحولاتها للسنة الثانية من التعليم المتوسط. وبدون إطالة، مع الوضعية المقترحة في نشاطات كتاب التلميذ والتي نصها كما يلي: يقول: أثناء التحول الكيميائي لغاز البروبان يتفكك هذا الغاز بالحرارة مع وفرة الأكسجين، وينتج عن ذلك بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. إذن فهذا هو سياق الوضعية ومعطياتها. المهام المطلوبة منا ما هي؟ أولاً، ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول؟ ثانياً، ما نوع هذا التحول؟ علل إجابتك. ثالثاً، مثل بالنموذج الجزيئي المتراص هذا التحول. رابعاً، فسر مجهرياً اختفاء المواد الابتدائية للجملة الكيميائية وظهور مواد جديدة. وأخيراً، فسر مجهرياً انحفاظ الكتلة أثناء التحول الكيميائي. إذا نبدأ مع تحليل هذه الوضعية. أولاً، مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. من خلال النص نستخرج ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. قال: يحترق غاز البروبان في وفرة من الأكسجين. إذن فالمصطلحان أو المادتان المذكورتان تشكلان مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول، وهما غاز البروبان وغاز الأكسجين. ففي هذه الوفرة من الأكسجين وفي وجود الحرارة ينتج عن هذا التحول بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون، بمعنى أن مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول هي غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء. إذن هنا في الخانة العليا لدينا مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول. نصلح هذا الخلل. إذن قلنا مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول هي غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء. فقال: ما نوع هذا التحول؟ السؤال الموالي، السؤال الثاني، يعني ما نوع هذا التحول؟ وعلل إجابتك. إذن فهذا التحول لا شك أننا تعرفنا عليه بأنه تحول كيميائي. ما هو مبررنا أو ما هو تعليلنا لذلك؟ يعني لماذا قلنا أنه تحول كيميائي؟ لأننا لاحظنا بأنه تم اختفاء المواد الابتدائية، وهذه خاصية أو علامة مميزة للتحول الكيميائي. اختفاء المواد الابتدائية في هذا المثال هي غاز البروبان وغاز الأكسجين، يختفيان وتظهر مواد جديدة تختلف عنها. ففي هذا المثال المواد التي ظهرت هي غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. إذن لنفسر التحول بالنموذج الجزيئي كما طلب منا. إذن قلنا في المطلب الموالي أو السؤال الموالي يقول: فسر هذا التحول بالنموذج الجزيئي. إذن نفسر هذا التحول في هذا الجدول. إذن فاحتراق البروبان بواسطة الأكسجين في وفرة من الأكسجين قبل التحول، ما هي المكونات؟ أي ما هي الجزيئات الموجودة؟
لدينا جزيء البروبان، كما تلاحظ جزيء البروبان يتكون من 3 ذرات من الكربون ومرتبط بها 8 ذرات من الهيدروجين. هذا البروبان يحترق مع وفرة من الأكسجين، يعني في وفرة من الأكسجين يحترق مع عدد من الجزيئات ليعطي لنا المكونات التالية كما ذكر في النص، يعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون وجزيئات الماء. إذن بما أنه مكون من جزيء البروبان مكون من 3 ذرات من الكربون، ينبغي أن تنتج لنا 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون. وبما أنه مكون من 8 ذرات من الهيدروجين كما نلاحظ، 3 هنا، 3 في الذرة الطرفية الأخرى و2 في الذرة الوسطية. إذن بما أنه مكون من 8 ذرات من الهيدروجين، ينبغي أن يظهر لدينا 4 جزيئات من الماء. إذن هذا بالنسبة للتفسير المجهري لهذا التحول. موالي يقول: ما هو التفسير المجهري لاختفاء المواد الابتدائية وظهور مواد جديدة؟ إذن لا شك أنك لاحظت بأن اختفاء المواد الابتدائية يدل على تحطم وتفكك جزيئاتها. يعني لاحظنا في التمثيل المجهري الجزيئي كيف أن في الحالة الابتدائية كان لدينا جزيء البوتان وجزيئات الأكسجين، في الحالة النهائية صار لدينا جزيئات ثنائي أكسيد الكربون وجزيئات الماء. إذن فاختفاء المواد الابتدائية دليل على تحطم وتفكك جزيئاتها، وظهور مواد جديدة دليل على تشكل وظهور جزيئات جديدة. إذن نمر إلى السؤال الموالي: ما هو التفسير المجهري لانحفاظ الكتلة أثناء التحول الكيميائي؟ كذلك لا شك أننا لاحظنا بأن عدد ذرات الكربون التي كانت في بداية التحول بقيت معنا في نهاية التحول. قلنا أن جزيء البوتان رأينا أنه يتكون من 3 ذرات كربون، فنتج في النهاية 3 جزيئات تحتوي على عنصر الكربون، أي 3 جزيئات ثنائي أكسيد الكربون. ورأينا أن جزيء البروبان مكون من 8 ذرات هيدروجين، فرأينا ظهور 4 جزيئات من الماء، أي كل جزيء في ذرتين من الهيدروجين. إذن فما هو التفسير لانحفاظ الكتلة؟ فكتلة المادة ما هي إلا كتلة جزيئاتها، وكتلة الجزيئات ما هي إلا كتلة الذرات. وبما أن الذرات بقيت محفوظة النوع والعدد، فإن الكتلة لا تتغير. إذن الإجابة تكون على السؤال كما يلي: انحفاظ الكتلة أثناء التحول الكيميائي دليل على انحفاظ الذرات نوعا وعددا، أو نقول يفسر انحفاظ الكتلة أثناء التحول الكيميائي بانحفاظ الذرات نوعا وعددا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.